مانيش نحكي لكم على الجزائر، رغم اني نحكي لكم على الجزائر بطريقه غير مباشره. احنا قلنا كما قال السي احمد بوعكاز، يذكركم ديما دائما بها دائما، يقول لكم اما تكون سبح وتاكل الكبش، اما تكون كبش وياكلك السبع. هادي مثلا ولا حطوها كما حبيتوا، نوعا ما من الاستراتيجيه او نوعا ما من العقلانيه الاستراتيجيه تاع الرحماني محمد الياس. بون، القضيه الاوكرانيه تعلمنا حوايج بزاف. هجوم او غزو روسيا الى اوكرانيا يعلمنا حوايج بزاف. اولا انه مول الدراع يفوت، قلناها لكم البارح قبل البارح ومن بعد البارح، لكن نقول الله غالب، الناس ما فهموناش، لكن اليوم نورمالمون الناس يفهموا واش قلنا اكزاكتومون. صح. علي نديرو رجوع ماشي للتاريخ، للحوادث الحالية. تلموا وضربوا ليبيا، ما يهمش ليبيا، قنبلها دقدقها كسرها، الشعب نتاعها يموت، بامبورت. تلموا وضربوا سوريا قنبلها دقدقها دير فيها واش حبيت، العراق، اليمن، افغانستان، ما كان حتى اشكال. اب جا الدب الروسي، دار كما دير امريكا وحلفائها، ضرب اوكرانيا، العالم بكل تقلب. وزراء الخارجيه نتاع اوروبا تلاقاو ثلاث مرات في الاسبوع، دي ريونيون تا 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 تا، كانه باش نهضروها هكذا شعباوي، كانه الاوكراني ولا الاوكرانيه كيموت يسوى اكثر من الليبي واكثر من الفلسطيني واكثر من السوري واكثر من العراقي واكثر من هلو ما جرى. ما عليناش، فهمنا بلي حنا العالم الثالث، حنا كلاب، يعني حنايا ألف منا يساوي واحد أوروبي أوكراني، هذا مفهوم عام، مفهوم عام. صح. ناس يقول لك الأحرار والإسلام، ما كان لا إسلام لا عمار بالزور، كاين قضية قوة عالمية قاعدة تتهيكل وتقسم ولا تخلق في حدود جديدة. كان واحد النهار مش بعيد، عند شهرين ولا شهر ونص ولا ثلاثة ولا شيبا، ما نشفاش عليها، درنا مع قاعدة نوميد مع مسيو سمير دو كندا خلق العدو. سامحوني اوفات، ما عدت مانيش فاهم عم نهضر، ما عم راني نهضر، هل نهضر مع الشعب اللي انا انتمي ليه، شعب الجزائر الحاليه، ام نهضر مع عقليات اخرى؟ ما عليناش، عندي واجب نقول لكم اعلامي تحسبوني جورناليست وتخلطوني مع عبد المسمار وعبود ليسكرو، نقول لكم محلل سياسي تخلطوني مع الباغاندو نتاع زيطوط وصحابو، نقول لكم انا بلوغر تاع يوتيوب تخلطوني مع امير ديزاد وريبيكا وريفكا ونوميديا للزو لي كومباني. اوفات عندي اشكاليه في حياتي، شكون انا؟ واحد يقول لك انت مريض سكيزوفرين ولا اوفات، ما لقيتش اللغه اللي نهضر بها مع الشعب، مع كل احتراماتي للشعب الجزائري، جي با تروفي دو لونغاج.
الحمد لله جا بوتين في الاكتساح نتاعو الاوكرانيا قال والله ياكد والله كما نقولوا حنا يساند. قول واش قلت انا، انا واش قلت سامبل، مول الدرع يفوت، القانون يطبق على الضعفاء، هذا هو العالم الحالي. لما طربقوا سوريا، لما طربقوا ليبيا، لما طربقوا العراق، حقوق الانسان، حقوق الحيوان، حقوق الجيران، حقوق القروات، القرلوات. درك لما روسيا اللي هي في حقها انها تدافع المجال الامني نتاعها، قال لك كيفاه؟ شكون اللي قال كيفاه؟ الماريكان، ماشي الماريكان، الماريكان شريك مع روسيا في الهجوم على اوكرانيا. دوكا نرجعوا لاصل الموضوع، اصل الموضوع قضية سهلة خلاص. الشعب الاوكراني انتخب بكل طريقة ديمقراطية على كلون، ان كلون اكتر 2019، انتخبت على كلون تحمل مسؤولية الانتخاب نتاعك، جاب لك الطيارات نتاع روسيا تقصف فيك. الكلون هذا باش راه مخبي في حفرة ولا في غار، شي يقول لهم هل انتم مستعدين يا اوروبا تدخلونا في اوروبا الحلف الاطلسي؟ هل انتم مستعدين تدخلونا في الحلف الاطلسي؟ روح يا كونار يا عريان يا حفيان، انت مهبول، داروك كبش ضحية يا بغل. جماعة البغل ما عندهمش عذر، لكن البغل نتاع اوكرانيا زالينسكي شكون جابو؟ جابو شعب بغل كيما هو الشعب الاوكراني، تفوطي على اكتر. واش تستنى؟ ماذا تنتظر لما تحط ممثل تاع مسلسلات رايس عليه؟ تنتظر كوا يرحم باباك؟ ما كانش. هاي النتيجة، الديمقراطية اللي تسميوها انتم الديمقراطية الشعبية اللي يحكي لكم عليها العميل نتاع زيطوط، لانه عميل للمنظومة الاسلاموية العالمية اللي هي عميلة للمخابرات الامريكية الاسرائيلية، او الانتهازيين لانهم ما لحقوش درجة عملاء، عبود هشام، عبدو سمار، حمار ديزاد اكسترا، وراكم رايحين من العالم